السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف السادس الابتدائي. جينا ويتجدد اللقاء بتاعنا في درس جديد، وهو درس في يوم الشباب. الدرس بتاعنا النهاردة إن شاء الله ده لا قراءة ولا نحو ولا أي حاجة من الحاجات دي. هو درس جميل جدا من الدروس اللي أنتم بتحبوها، حاجة جميلة جدا، تحس إن هي ماشية عاملة زي كلمات الأغنية، فيها تعبيرات جميلة، فيها حاجات لذيذة احنا بنحب نقرأها وبنحب نفهمها كتير جدا جدا جدا. النص الشعر اللي معانا النهاردة لشاعر عظيم اسمه إبراهيم ناجي. اسمه إبراهيم ايه؟ ناجي. وزي ما احنا شايفينه موجود عندنا هنا في التعريف بالشاعر جنب الصورة بتاعته، بيقول لنا ان إبراهيم ناجي اتولد يوم 31 من شهر ديسمبر سنة 1898. اتولد فين بقى؟ اتولد في حي شبرا. فين حي شبرا ده؟ موجود في محافظة القاهرة. التحق بالتعليم الابتدائي، يعني اتعلم التعليم الابتدائي بتاعه، وبعد كده حصل على الشهادة الثانوية سنة 1917، وانتسب بمدرسة الطب. طبعا يا شباب، يعني ايه مدرسة الطب دي؟ يعني كلية الطب بالمسمى الحديث بتاعنا هنا، لأن زمان ما كانش في حاجة اسمها كلية، كانت كل شيء بتسمى مدرسة. يعني كلية الطب قديما أو في الوقت بتاع إبراهيم ناجي كانت بتسمى مدرسة الطب، تمام؟ وتخرج من مدرسة الطب أو كلية الطب في عام 1923. إبراهيم ناجي كتب دواوين، منها ديوان وراء الغمام، وليالي القاهرة، وفي معبد الليل، والطائر الجريح. طيب نعيد تاني مع بعض يا شباب، وفي الإعادة إفادة. مين هو إبراهيم ناجي؟ هو مؤلف النص الشعري بتاعنا النهاردة في يوم الشباب. اتولد إبراهيم ناجي في 31 من ديسمبر سنة 1898. اتولد في حي شبرا بالقاهرة أو محافظة القاهرة، وتعلم التعليم الابتدائي بتاعه، وبعد كده حصل على الشهادة الثانوية سنة كام بقى شطار؟ 1917، وانتسب إلى مدرسة الطب، يعني دخل لمدرسة الطب اللي هي حاليا تسمى كلية الطب، وتخرج منها سنة كام يا ممتازين؟ سنة 1923. إبراهيم ناجي كتب دواوين، منها إيه بقى؟ منها وراء الغمام، ومنها ليالي القاهرة، وفي معبد الليل، والطائر الجريح. تعالوا بقى نشوف الشاعر العظيم بتاعنا إبراهيم ناجي بيقول لنا إيه في النص الشعر بتاعه في يوم الشباب. اليوم يومك في الشباب فناد، لا نوم بعد ولا شهية رقادي، فخذ السبيل إلى الحياة تآلفا وتكاتفا في رغبة ووداد. هذه دياركم وهذا وذلك نيلكم، هبة السماء ومنحة الآباد. هذه دياركم وهذه شمسكم، طمع الغريب وحرقة الحساد. هذا زمانكم وذا ميدانكم، ماذا بكم من عدة وعتاد. نبغي شداد القوم قد شحذوا القوى، في ليل أحداث نزلن شدادي. ونريد أطفالا إذا ما أرضعوا، فرضاعهم وطنية بسهادي. الطفل منهم مثل أمي وأبي، أو أبي شفتاه أول ما تقول، أول ما تقول بلادي. طيب نيجي يا شباب مع بعض نبدأ ان احنا نتكلم عن بيت بيت من الابيات اللي موجودة عندنا هنا، ونعرف التفسير بتاعها هو ايه او الشرح بتاعه هو ايه. ابراهيم ناجي بيقول لنا اليوم يومك في الشباب فنادي، لا نوم بعد ولا شهي رقادي. ابراهيم ناجي بيكلم الشباب. ليه الشباب؟ لان الشباب هم قوة المجتمع. الشباب إذا صلح صلح المجتمع. الشباب إذا كان قويا قوي به المجتمع، تقوى به المجتمع. الشباب هو العمود الفقري للمجتمع، هو الأساس للمجتمع. لا الكبار في السن ولا الصغار، الأطفال الرضع. اليوم يومك في الشباب فنادي، يعني النهاردة هو يوم الشباب. أنادي بقى أقول إيه؟ أنادي في الشباب أقول إيه؟ لا نوم بعد ولا شهي رقادي، يعني مفيش نوم بعد النهاردة، مفيش نوم ولا كسل ولا أي شيء ممكن إن هو يبعد الشباب عن تحقيق آمالهم وأحلامهم بعد اليوم. فخذوا السبيل إلى الحياة تآلفا وتكاتفا في رغبة ووداد. يعني إيه الكلام ده؟ طبعا الشاعر هنا إبراهيم ناجي بيأمر الشباب إن هم ياخدوا الطريق إلى الحياة،
ياخدوا الطريق اللي يوصلهم إلى الحياة المليئة بالتآلف والتعاون، إن يكون الناس متعاونين مع بعضهم، إن يكون الشباب متعاونين مع بعضهم في رغبة منهم في ذلك وفي حب إن الشباب يسلكوا طريق الحياة. طب طريق الحياة ده ماله بقى؟ يكون في إيه؟ يكون في تعاون، ويكون في تكاتف، ويكون في مساعدة، ويكون كل ده بشرط إن يكون برغبة منهم وحب منهم لبعضهم. فبيجي إبراهيم ناجي بيقول لهم إيه؟ هذه دياركم وذلك نيلكم، يعني دي أرضكم، دي منازلكم، ده مكانكم، وذلك النيل العظيم هو نيلكم. يعني النيل العظيم ده هو النيل بتاعكم. مالهم بقى الحاجات دي؟ هبة السماء ومنحة الآباد، يعني جاية لنا هدية من السماء، المقصود بها هدية من الله عز وجل، ومنحة الآباد يعني توارثناه من الأجداد، تمام، من الأجداد، جد وراء جد وراء أب وراء ابن وراء حفيد، تمام، توارثناها على مدار الزمن. هذه دياركم وهذه شمسكم، رجع كرر تاني وقال هذه دياركم ليؤكد، وده في ده في توكيد انه بيأكد ان دي ارضكم ودي دياركم، معنى كده انكم ما ينفعش انكم تفرطوا فيها، اوعوا تفرطوا فيها ابدا، لان دي ارض ابائنا وارض اجدادنا وارض ابنائنا وارض احفادنا. هذه دياركم وهذه شمسكم، الشمس التي تطلع وتشرق على هذا الوطن هي شمسكم. طمع الغريب وحرقة الحساد، الأرض دي والديار دي والشمس دي اللي بيطمع فيها أي شخص غريب عنها، وأي شخص يكون في قلبي حرقة يحسدها. هذه الأرض وهذه الشمس يطمع فيها الكثيرين، يطمع فيها الكثيرين ويحترق بسببها الحساد. هذا زمانكم وذا ميدانكم، ماذا بكم من عدة وعتادي وعتادي. هذا زمانكم يعني هذا وقتكم، هذا وقتكم أنتم يا معشر الشباب، وذا ميدانكم يعني هذه أرضكم التي ستقاتلون عليها، لأن الميدان يكون للحرب، يكون للرماية. هذا زمانكم وذا ميدانكم، ماذا بكم من عدة وعتاد. هنا باب يسأل إبراهيم ناجي الشباب، ماذا أعددتم أو ماذا جهزتم من عدة للحرب التي أنتم داخلون عليها؟ ماذا بكم من عدة وعتاد. نبغي شداد القوم قد شحذوا القوى، في ليل أحداث نزلنا شداد. نريد إيه؟ نريد شداد القوم، نريد أقوياء القوم من بيننا، الذين إيه؟ أخذوا القوة، الذين لديهم قوة، الذين إيه؟ لديهم قوة. في ليل أحداث نزلنا شداد، الذين يكونون أقوياء في أحداث ليلة مظلمة حالكة السواد. نريد الشباب الأشداء الأقوياء الذين في ليلة سوداء نزلت بهم شداد كثيرة. ونريد أطفالا إذا ما أرضعوا فرضاعهم وطنية بسهادي. ونريد أطفالا، عايزين الجيل الجديد اللي يطلع، نريد أطفالا إذا ما أرضعوا، يعني لما يجوا إن هم يرضعوا، الرضاعة بتاعهم يكون وطنية، رضاعهم يكون وطنية، كما يرضعوا الحليب من أمهاتهم لابد أن يرضعوا الوطنية من منذ صغرهم. الطفل منهم مثل أمي أو أبي، شفتاه أول ما تقول بلادي. طبعا احنا عارفين كلنا يا أولاد إن أول ما الطفل بيبدأ يتكلم وهو صغير، طفل رضيع، يبدأ يقول بابا، يبدأ يقول مثلا ماما، أبي، أمي، بيبدأ يقول كلمة من الكلمتين دول. الطفل منهم مثل أمي أو أبي، هنا إبراهيم ناجي عايز إن الأطفال الصغار في فترة رضاعهم أو بعد رضاعهم أول ما يبدأوا ينطقوا زي ما هم بيقولوا أبي أو بيقولوا أمي، شفتاه أول ما تقول بلادي، يعني يريد منهم أو يريد من الآباء أن يعلموا أبناءهم أن أول ما تنطق شفتاهم بكلمة هي كلمة بلادي. يعني زي ما الطفل الصغير بيقول أبي أو أمي في بداية تكلمه لابد أن يقول بلادي،
لابد ان يقول ايه بلادي، حتى نغرس فيهم الوطنية من وهم اطفال رضع. طيب نقرأ النص تاني يا شباب، ونقرأ برضو التعريف بالشاعر تاني في يوم الشباب لابراهيم ناجي. اليوم يومك في الشباب فنادي، لا نوم بعد ولا شهي رقادي، فخذوا السبيل الى الحياه تالفا وتكاتفا في رغبه ووداد، هذه دياركم وذلك نيلكم، هبه السماء ومنحه الاباد، هذه دياركم وهذه شمسكم، طمع الغريب وحرقه الحساد، هذا زمانكم وذا ميدانكم، ماذا بكم من عده وعتاد، نبغي شداد القوم قد شحذوا القوى في ليل أحداث نزلنا شدادي، ونريد أطفالا إذا ما أرضعوا فرضاعهم وطنية وطنية بسهادي، الطفل منهم مثل أمي أو أبي شفتاه أول ما تقول بلادي. ولد إبراهيم ناجي في 31 من ديسمبر سنة 1898 بحي شبرا بالقاهرة. التحق إبراهيم ناجي بالتعليم الابتدائي وحصل على شهادة الثانوية سنة 1917، وانتسب بمدرسة الطب وتخرج فيها سنة 1923. كتب إبراهيم ناجي عدة دواوين، منها وراء الغمام، ليالي القاهرة، في معبد الليل، الطائر الجريح. يلا بينا نطبق المعلومات اللي احنا عرفناها دلوقتي دي على شوية حاجات نحلها مع بعض. بعد قراءتك النص أجب عن الأسئلة الآتية: يخاطب الشاعر في النص مين؟ طبعا الشباب. العبارة التي كررها الشاعر في النص هتكون عبارة هذه دياركم. اكتب من النص ثلاث كلمات تدل على الحب والتعاون. طبعا عندنا ثلاث كلمات في بيت واحد، اللي هو البيت الثاني ده يا شباب، كلمة تألفا وكلمة تكاتفا وكلمة وداد. سيحمي الشباب بلادهم من طمع الغريب وحرقة الحساد. سيردد أطفالنا كلمة بلادي مثلما يرددون كلمتي أمي وأبي. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة. يدعو الشاعر الأطباء إلى أن يتصفوا بالإرادة القوية والإصرار. طبعا غلط. يدعو الشاعر الشباب للدفاع عن الوطن وذلك لأنهم يمتازون دوما بالحيوية والنشاط. صح. يدعو الشاعر المجتمع للاهتمام بالعلم وتكريم العلماء. طبعا غلط. رتب الفكرة الآتية وفق ورودها في النص. يا ترى ايه الفكرة الأولى معانا؟ هتكون الفكرة رقم الثانية، يعني يدعو الشاعر الشباب للنهوض فلم يعد هناك نوم وغفلة ولا بد من النهوض بإيه؟ بالوطن. طيب يا ترى ايه الفكرة الثانية؟ هتكون يدعو الشاعر الجيل إلى التوحد والتعاون والمحبة. أني يا ترى أني واحدة التالتة؟ وهتكون بلادكم في حاجة ماسة لكم لتدافعوا عنها وتحموها من عدو حاسد أو غريب طامع. وهتكون أخيرا رابع واحدة، يجب أن نغرس في نفوس أطفالنا حب الوطن، فهم بناة المستقبل. اختر الإجابة الصحيحة من المثال أو من النشاط الآتي. غرض الشاعر من النص، هل هو دعوة للتسامح؟ ولا دعوة للنهوض والبعد عن الكسل؟ ولا الاهتمام بالعلم؟ ولا توضيح دور الأطباء؟ طبعا هيكون دعوة للنهوض والبعد عن الكسل. بدأ الشاعر النص ايه؟ مترددا، ناصحا، متحمسا، حزينا. طبعا بدأ الشاعر النص متحمسا. تطرق الشاعر إلى جميع الفكر الآتية ما عدا ايه؟ ما عدا يا شباب؟ هل هي تبيان خطورة التكاسل والتخاذل؟ ولا دفع الشباب وتشجيعهم على العمل ورفعة بلادهم؟ دعوة الشباب إلى النهوض دعوة الشباب معذرة إلى الحرص على الوقت؟ ولا توضيح أهمية نهر النيل؟ طبعا الشيء الوحيد اللي ما تكلمش عنه الشاعر، أو الفكرة الوحيدة اللي ما تكلمش عنها الشاعر، كانت توضيح أهمية نهر النيل. هو تكلم عن نهر النيل في جزء من بيت، ولكن لم يوضح أهمية نهر النيل. اقرأ البيت التالي ثم اختر الشعور المعبر عنه. هذه دياركم وذلك نيلكم، هبة السماء ومنحة الآباد. طبعا هيكون تكون الإجابة بتاعتنا أو الشعور اللي احنا نختاره الافتخار، ان احنا نفتخر بديارنا بأرضنا، نفتخر بنيلنا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لنا وأجدادنا توارثوه على مدار الزمن. ندخل على اللي بعده يا شباب، وهو تدريبات لاحظ واكتشف. لاحظ الأمثلة الآتية. هنا يا شباب هنبدأ نتكلم في الدرس بتاع النحو النهاردة إن شاء الله عن الضمائر.
فانا لما اجي اتكلم هنا عن الضمائر يا شباب، انا لازم اتكلم واقول ان في عندي حاجه اسمها ضمائر بارزه وفي حاجه عندي اسمها ضمائر مستتره. ده كبدايه للضمائر، او ان احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في درس الضمائر، ان احنا لازم نكون عارفين اول حاجه اساسيه معانا ان الضمائر بتنقسم الى قسمين. القسم الاول معانا او النوع الاول معانا وهي الضمائر المنفصله اللي احنا كنا سابقا اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات، تمام، تابعه لدرس النكره والمعرفه، وعرفنا ان هي ليها ثلاث انواع، هي ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر الغائب، تمام. اما احنا هنا بنتكلم بقى عن النص الثاني او الجزء الثاني من الضمائر البارزه اللي هي الضمائر بقى المتصله. الضمائر المتصله وهي ايه؟ الضمائر اللي كنت وضحت عنها حاجات المره اللي فاتت، وهي الضمائر بقى اللي بتبقى متصله ببعض ايه؟ ببعض الكلمات، منها الاسماء ومنها الافعال ومنها الحروف، وبيكون فيها ضمائر رفع وضمائر نصب وضمائر جر. فهنا تعالوا نقرا الاستنتاج مع بعض. بنستنتج ان الضمير البارز المنفصل هو الضمير الذي ياتي ظاهرا في الكلام غير متصل بغيره. وينقسم الضمير المنفصل الى ثلاثه انواع زي ما قلنا: متكلم ومخاطب وغائب. فضمائر المتكلم انا ونحن، وضمائر المخاطب الخمسه انت وانت وانتما وانتم وانتن. اما ضمائر الغائب وهو اما ضمائر الغائب هو هي هما هم وهن. تعالوا مع بعض نبدا نحل التدريبات اللي موجوده عندنا. بيقول لنا في النشاط رقم 3 ألف: لاحظ الامثله الاتيه ثم اجب. هو صاحب عقل رشيد، انت انسان مهذب، انا اساعد والدي في العمل، نحن الفائزون بالجائزه، أنتم ترفعون شأن وطنكم، هن مجدات في أعمالهن. حدد الضمائر في الأمثلة السابقة. أنا لما أجي أحدد الضمير الأولاني هيكون هو، أجي أحدد الضمير الثاني هيكون أنت، الضمير الثالث أنا، الضمير الرابع نحن، الخامس أنتم، السادس هن. هذه الضمائر جاءت في الجملة بارزة يعني ظاهرة، تمام، تستطيع أن تراها أم مستترة؟ طبعا أنا شايفها ولا مش شايفها؟ لا، إحنا كلنا شايفينها، فهتكون طبعا الضمائر بتاعتنا إيه؟ بارزة. هذه الضمائر كانت متصلة بكلمة غيرها أم منفصلة ولم يتصل بها شيء؟ هل أنتم شايفين إن الضمائر دي كلها عبارة عن كلمة مستقلة بنفسها يعني لوحدها، ولا متصلة بحاجة أو في حاجة متصلة بيها؟ طبعا لا، هي مش متصلة بأي حاجة وإحنا شايفينها كلها لوحدها، فهتكون ضمائر منفصلة. نستنتج بقى من اللي سبق ده إن الضمير الذي ياتي ظاهرا غير متصل بغيره يسمى ضميرا بارزا منفصلا. بارزا منفصلا. من خلال الامثله السابقه املأ الجداول الاتيه كما في المثال. هو قال لي هنا هو، طبعا برضو ده من الحلول اللي فوق من الامثله اللي فوق، هو وكتب لي نوعه قدامه ان هو غائب. هنشوف يا ترى ايه اللي بعده. كتب لنا انت وانا، واكيد انت هنا هيبقى مخاطب وانا هيبقى متكلم. نيجي بعد كده للجدول اللي بعده ونكتب كتب لنا الضمائر اللي موجوده نحن وانتم وهن. اكيد طبعا نحن هيكتب لنا قدامها متكلم، واكيد انتم مخاطب وهن ايه؟ غائب. وهنشوف دلوقتي زي ما ظهر قدامنا بالتاكيد الاجابات بتاعتنا الحمد لله صحيحه. اكمل مما يلي من خلال الجداول، تمام. الضمير المنفصل ينقسم الى ثلاثة أنواع اللي هي متكلم ومخاطب وغائب. أنواع الضمير المنفصل هي ضمائر إيه؟ ضمائر المتكلم زي إيه؟ زي أنا. وضمائر المخاطب زي إيه؟ أنت. وضمائر إيه؟ الغائب مثل إيه؟ هو. تمام يا شباب؟ طيب ندخل على النشاط اللي بعده أو الصفحة اللي بعدها، وبيقول لنا ضع خطا تحت الضمير ثم اذكر نوعه كما في المثال: المعلمون هم صانعو الأجيال. طبعا انا عندي الضمير هم محطوط تحته خط، وبيقول لي ده ضمير بارز منفصل غائب. انتن تحترمن العهود. طبعا انا عندي الضمير هنا انتن، ده هيكون ضمير بارز منفصل مخاطب. نحن من اوائل الذين كتبوا على الورق. طبعا انا عندي الضمير اللي موجود هنا نحن، وده هيكون ضمير بارز منفصل متكلم. انتما عالمان تنفعان الامه بعلمكما. انتما انا عندي ضمير بارز منفصل مخاطب. طبعا ده بيدل على ايه؟ على المثنى. ضع خطا تحت الضمير ثم اكمل الناقص: هذان هما المفكران العظيمان. الضمير هنا فين يا شباب؟ طبعا الضمير عندي هو هما. ضمير بارز ايه؟ ده هيكون ضمير بارز ايه يا شباب؟
هيكون ضمير بارز، ضمير بارز منفصل غائب. انا تلميذ بالصف السادس. انا هنا يا شباب عندي الضمير بتاعي انا، والضمير اللي عندي هنا يكون ضمير بارز منفصل متكلم. الاطباء هم من يعتنون بالمرضى. الضمير اللي عندي هنا هيكون هم، والضمير اللي موجود عندي هنا هيكون ضمير بارز منفصل غائب. انت تستطيع، الضمير بتاعي انت، الضمير بتاعي هنا ضمير منفصل، هيكون ضمير بارز منفصل مخاطب. نحن تربينا على قيم تحترم الاخرين. هنا الضمير بتاعي هيكون نحن، والضمير بتاعي هنا هيكون ضمير بارز منفصل متكلم، بيدل طبعا على المثنى او الجمع، لكن هنا تربينا فينا اكيد هيدل على الجمع. زي ما احنا شايفين ادي الاجابات اللي احنا قلناها بتظهر قدامكم علشان نتاكد من الكلام بتاعنا. النشاط رقم 3 هاء، ضع علامه صح امام، ضع عباره صح او خطا امام العبارات الاتيه مع تصويب الخطا. الصدق والخلق الذي يحبه الناس. الذي من ضمائر الغائب، طبعا غلط، انما الذي هنا من الاسماء الموصوله، ونازل نكون عارفين الاسماء الموصوله يا شباب. الاسماء الموصوله عندنا الذي والتي واللذان واللتان واللائي واللاتي والذين. انتما الصانعان الماهران في صنعتهما. انتما ضمير مستتر مخاطب، طبعا لا يا شباب، انا الضمير الظاهر قدامي فهيكون ضمير بارز، طب لكن هو مخاطب صحيح. رقم 3، صممت انا واصدقائي لافتة ضد التنمر على الاخرين. انا ضمير منفصل متكلم، بالتاكيد هيكون صح. انتن عاملات امينات في العمل. انتن، هل الضمير ده ضمير بارز متصل مخاطب؟ طبعا قصدي منفصل مخاطب. طبعا الاجابه هتكون صحيحه 100%، لان الضمير بتاعنا بيدل على جمع المؤنث السالم وهو منفصل مخاطب. عبر عن الصوره الاتيه بضمائر بارزه منفصله. لما اجي ابص للصوره هلاقي ان انا عندي مثلا 2 مهندسين، او ممكن ان انا اقول عليهم 2 عمال بناء، او على حسب انت شايف الصوره ازاي. تمام، انا قلت هما يعملان في البناء، هما يعملان في البناء، ادي اول ضمير عندي هيكون هما، والضمير الثاني يكون هو يشرح لزميله خطه البناء، هو يشرح لزميله خطه البناء. ولحد هنا ان شاء الله يكون انتهى الدرس بتاعنا. ارجو منكم ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون قد تم وصول الشرح اليكم بصوره جيده، والى اللقاء، والقاكم في درس اخر ان شاء الله.